عموما خلينا دايما كالعاده هنشوف جرافيك هذه المباراة علشان نتكلم مع حضراتكم عن الشكل العام لهذه المباراة. النهاردة الدوري المصري الممتاز موسم 2019-2020 في أسبوعه الثاني. الأربع النهاردة الأربع 2 أكتوبر 2019 النادي الأهلي سوف يلاقي الإنتاج الحربي. نتائج مباريات الاسبوع الثاني: حرس الحدود بيتعادل ايجابيا بهدفين لكل فريق مع نادي وادي دجله، امبي بيتعادل ايجابيا مع طلائع الجيش بهدف لكل فريق. ده كانت المباراه يوم الخميس 26 سبتمبر 2019. اما مباريات السبت 28 سبتمبر 2019 في الاسبوع الثاني للدوري العام المصري: المقاولون العرب يتعادل ايجابيا مع نادي سموحه بهدفين لكل فريق، ثم نادي مصر بيتعادل مع اسوان تعادل سلبي ما بين الفريقين. آخر أو المباراة كانت يوم الثلاث 1 أكتوبر 2019 كانت امبارح، الاتحاد السكندري بيفوز على الجونة بهدف مقابل لا شيء. طيب هنكمل الجرافيك بتاعنا وكالعادة دايما زي ما بنكون دائما مع حضراتكم لحظة بلحظة مع لاعبي النادي الأهلي وهم خارجين من فندق الإقامة. دي كانت طبعا المحاضرة الفنية، بعد نهاية المحاضرة الفنية اللاعبين خارجين من فندق الإقامة بيتوجهوا إلى أتوبيس الفريق علشان يصلوا إلى إن شاء الله الاستاد الجيش في برج العرب علشان المباراة هتتلعب بعد قليل الساعة 8 زي ما حضراتكم عارفين. هذه المباراة سوف تبدأ في تمام الساعة 8. كان النهاردة زي ما دايما حضراتكم تابعين معانا من خلال قناة النادي الأهلي، النهاردة كان أعلن رينيه فايلر عن لاعبين خارج القائمة هقولهم لحضراتكم حالا. أعتقد أن وليد سليمان هو الاسم الأبرز في أنه هو خارج قائمة الـ18 في هذه المباراة. زي ما قلت لكم دايما مش عايزين نفكر في هذا الكلام، كل اللي احنا عايزين نفكر فيه ان احنا اللاعبين اللي متواجدين دايما هنكون في ظهرهم ودايما هنبقى واقفين في ظهرهم. هو بيعمل مستر رينيه فايلر بيعمل دايما تباديل وتوافيق خلال كل المباريات، وده اللي شفناه خلال الاربع مباريات الاخيره وده اللي هنشوفه ان شاء الله في المباريات القادمه. كابتن محمد الشناوي ومن قبله كان كابتن حسام عاشور وكباتن النادي الاهلي في اتوبيس الفريق زي ما حضراتكم شايفين، كابتن حسين الشحات، بقيه اللاعبين دلوقتي داخلين على اتوبيس الفريق. احمد فتحي، وليد ازارو، شريف اكرامي، مجموعة اللاعبين بيتوجهوا الآن إلى أتوبيس الفريق علشان يصلوا إلى ملعب المباراة. كابتن ماهر عبد العزيز إداري الفريق أو مدير إداري الفريق، أيمن أشرف مع كابتن سامي أمصوم بيتكلموا أكيد في المباراة، كابتن سيد عبد الحفيظ، كابتن عمرو محب مترجم رينيه فايلر، بقيه الاداريين والمديرين والمدربين المتواجدين مع النادي الاهلي. لحظات قليله وسينطلق اتوبيس النادي الاهلي الى ملعب المباراه لملاقات الانتاج الحربي. زي ما قلت لحضراتكم الكل ينتظر هذه المباراه، كل جمهور النادي الاهلي بينتظر هذه المباراه بعد البدايه المبشره من المدير الفني رينيه فايلر. طبعا مدرب حراس مرمى النادي الاهلي كان له تصريحات النهارده رائعه الحقيقه، اتكلم عن محمد الشناوي واحد من افضل الحراس اللي هو تعامل معهم خلال الفترات الاخيره، ايضا كان له تصريح بانه النادي الاهلي زيه زي اليوفي وزي ريال مدريد دائما ما بيبحث عن الفوز فقط. رمضان صبحي وبقيه اللاعبين ومستر رينيه فايلر المدير الفني. هنجيب لحضراتكم بعد قليل برضو وصول الفريق الى استاد المباراه. الأربع النهاردة في مبارتين، المباراة الأولى ما بين النادي الإسماعيلي والمصري في الأسبوع الثاني في تمام الساعة 5:30 بدأت منذ 40 دقيقة تقريبا، الشوط الأول قارب على نهايته وهقول لحضراتكم دلوقتي نتيجة هذه المباراة. حتى الآن نتيجة المباراة 2-0 للنادي المصري متفوق على النادي الإسماعيلي.
الساعة 8 إن شاء الله هتكون مباراة النادي الأهلي ضد الإنتاج الحربي. غدا إن شاء الله هتكون مباراتين، المباراة الأولى تانتا سيلاقي نادي بيراميدز في تمام الساعة 3:30، ومصر المقاصة سيلاقي نادي الزمالك في تمام الساعة 8 في استاد السلام. تاريخ مواجهات النادي الأهلي ضد الإنتاج الحربي، 15 مباراة لعبها النادي الأهلي ضد الإنتاج الحربي، النادي الأهلي فاز في 11 مباراة، تعادل في 4 مباريات، لم يهزم في ولا مباراة، له 25 هدف عليه 8 أهداف. أرقام في مواجهات النادي الأهلي والإنتاج الحربي، أول مباراة كانت ما بين الفريقين في 20 ديسمبر 2009 وفاز النادي الأهلي بهدف مقابل لا شيء. أما آخر مباريات الفريقين كانت يوم 16 فبراير 2019 وفاز النادي الأهلي أيضا بهدف مقابل لا شيء. أول أهداف النادي الأهلي للنجم عماد متعب، وآخر أهداف النادي الأهلي لعمرو السولية. آخر أهداف النادي الأهلي طبعا أمام الإنتاج الحربي كانت لعمرو السولية. أول أهداف الإنتاج الحربي كانت محمد فيليكس ده في شباك النادي الأهلي، وآخر أهداف الإنتاج الحربي هدف لخالد قمر. أكبر فوز للنادي الأهلي على الإنتاج الحربي بثلاثية مقابل هدف كان موسم 2014 أو 2013-2014. موقف النادي الأهلي والإنتاج الحربي في الدوري حتى الآن، النادي الأهلي لعب مباراة ونادي الإنتاج لعب مباراة أيضا، كل من الفريقين فاز في أولى مبارياته، النادي الأهلي فاز على سموحة بهدف مقابل لا شيء، ونادي الإنتاج الحربي فاز على نادي مصر بثلاثية مقابل لا شيء. لم يتعادل، لم يخسر، نادي الأهلي سجل هدف، نادي الإنتاج الحربي سجل 3 أهداف، لم تستقبل شباك أي من الفريقين أي أهداف. عدد النقاط 3 نقاط للنادي الأهلي و3 نقاط للإنتاج الحربي، أهلي في المركز السابع والإنتاج الحربي في المركز الثالث. قائمة النادي الأهلي لهذه المباراة: محمد الشناوي في حراسة المرمى وشريف إكرامي ومصطفى شوبير، خط الدفاع رامي ربيعة، أيمن أشرف، ياسر إبراهيم، علي معلول، محمود وحيد، محمد هاني، أحمد فتحي. أما خط الوسط رمضان صبحي، حمدي فتحي، وليد سليمان، حسين الشحات، عمرو السولية، مجدي أفشة، وحسام عاشور، وجيرالدو. أما خط هجوم النادي الأهلي وليد أزارو وصلاح محسن وجونيور أجاي. المدير الفني رينيه فايلر. أما غيابات النادي الأهلي لأسباب عديدة، أليو ديانج وأحمد الشيخ وصالح جمعة وعلي لطفي ومحمود متولي ومروان محسن وسعد سمير ومحمد محمود وكريم نيدفيد. قبل بس ما اسيب، لا ارجع لي مرة تانية يا سمير لو سمحت، عايز اقول لحضراتكم ان مصطفى شوبير خارج القائمة، لان هو دلوقتي اعلن القائمة الرئيسية اللي هم 18 لاعب، ايضا هيكون محمود وحيد خارج هذه القائمة، ايضا وليد سليمان خارج هذه القائمة. أما قائمة الإنتاج الحربي، عامر عامر وأحمد يحيى في حراسة المرمى، شديد إناوي والسيد الشبراوي ومعاذ الحناوي وغنام محمد ووهاب أنان ومحمد بازوكا في خط الدفاع، ومحمد فييرا وعلاء سلامة ومحمد عادل وكريم لالا، أحمد مجدي، أيمن الطرابلسي، إبراهيم عبد الخالق لخط الوسط، ثم الثلاثي الهجومي موسى ديوارا ومامادو أنياس ومحمد رجب. كابتن مختار مختار المدير الفني لنادي الإنتاج الحربي. طاقم تحكيم لهذه المباراة: كابتن محمد الصباحي حكما للساحة، حكم مساعد كابتن سمير جمال، حكم مساعد تاني أحمد كابتن أحمد نوفل، حكم رابع محمد سلامة ميدو. ده طاقم التحكيم لهذه المباراة.